كلنا عندنا نفس اليوم نفس ال 24 ساعة، ليه في ناس بتقدر تحقق حاجات كتيرة في وقت قليل؟ نفس الوقت في ناس تانية بتاخد وقت أطول عشان تحقق نفس الحاجات دي. الفرق هو التايم مانجمنت. إيه هو التايم مانجمنت؟ التايم مانجمنت حاجة من ضمن السوفت سكيلز اللي الشخص بيكتسبها، بيعرف فيها إزاي يقسم وقت، بتخليك بمعنى أصح تشتغل بسمارت واي مش هارد واي. بتعلمك إزاي تحط هدف لنفسك وإزاي تحط خطة عشان تحقق الهدف ده، ازاي تحط لنفسك ديدلاين، ازاي تشيل ريسبونسابيلتيز. عاوزين تعرفوا اكتر عن التايم مانجمنت وازاي تنظم وقتك وازاي تنظم يومك؟ كل ده في كورس ستيفن زوي في ار يو في اجازه نص السنه ان شاء الله من 4 ل 7 فبراير. اتفضل يا حبيبي. هتعرفوا كتير عن التايم مانجمنت في الكورس بتاع ستيفن زوي. Egyptian Pharmaceutical Students Federation. Since 1982, pharmacy is our passion.